حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. وريني، أنا شخصياً عاجبني ده، بس بقول تجربيه مع الفستان أحسن عشان يبان. أنا كمان عاجبني ده أكتر، بس قلت أجيب الاتنين بقى ونشوف. حلوين قوي قوي قوي، مبروك يا روح، ألف مبروك. هاي. أهلاً أهلاً. ماما، ده ولا ده؟ أخيراً بتاخدي رأينا في حاجة تخص فرحك. أحمدك يا رب. بيت التقطيم، هاي ماما. لا علي مين أحلى. رايحة فين؟ غير يا ماما. لا يا حبيبتي تعالي، ده احنا حاجزين اول صف وقاعدين ومتنستقين كده ومستنيين التفاصيل كله بالتفاصيل الممله. تعالي تعالي، خش يا مزه، خش واقعدي وقولي لي حصل ايه وعملتوا ايه ورحتوا فين وجيتوا منين، كل حاجه قولي. رحنا اتغدينا وبعدين رحنا الاوبرا واتفرجنا على باليه. باليه؟ قطعنا من ايه؟ دكتور ذوق راقي. امال هيوديها ايه؟ حفلة مهرجانات؟ تصدقي ان انا عمري ما كنت رحت الاوبرا قبل كده. وانت من امتى حبتي كان ليكي خروج ولا تخوج؟ كنت حابسه نفسك في ولادك، تودي المدرسه وترجعي من المدرسه، تودي الدروس وترجعي من الدروس، وتودي التدريب وترجعي من التدريب والسندوتشات. احمدي ربنا ان عادل ظهر في حياتك وانه عمل لك حاجه ليكي انت يا حبيبتي. يعني الحمد لله، بدل ما كنتوا بتلفوا كده وتلغوا وترجعوا. لا من بتقول لك هم كلوا، اصل وجبه الغداء مكرره عندهم. اخ منك انت. ايه ايه ده؟ الله الله، ايه المفاجاه؟ امينه، ازيك يا حبيبتي؟
تعالي كملي صف معانا. يا حبيبتي مالك في ايه؟ ولا حاجة، أنا بقيت هنا النهاردة. ماله يا حبيبتي؟ طب يا حبيبتي تعالي اقعدي معانا شوية. مش قادرة والله، هاخد دش سخن وأخش أنام. طب يا روحي صباح على خير. أنت من أهل. طب وسليم ما بقيت عند بابا، بقيت عند بابا. السرير ده مش هتبقي بتستريحي فيه خالص. شكلي هضطر اتعود عليه تاني. في ايه يا امينه؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ فضفضي يا عيني. أمينة بتخرج من الحفرة بتقع في ضحيرة، وأنا كان لازم أسألك عشان تعملي. حاسة الموضوع ملخبط قوي، وبعدين دي حاجة أصلاً ما تخصنيش عشان أحكيها. ماشي يعني، بس أنا فاهم إن إحنا بنحكي كل حاجة لبعض يعني. وبعدين ما كنت آخد بالي أكيد يعني، ما أمينة قاعدة عندكم في البيت. طب هي أمينة بتفكر في إيه؟ مش عارف، من ساعة ما حكت الموضوع لماما هي أصلاً مش عايز تفتحوا معانا ولا حتى مع سليم. أهم حاجة ما كنتش بتفكر تتطلق، بس أو لو بتفكر في حاجة زي كده تأجلها يعني بعد فرحنا، وتعمل ساعتها اللي هي عايزاه. تتطلق؟ تفتكر الموضوع ممكن يوصل لكده؟ آه طبعاً يوصل لكده. ده واحد نام مع واحدة وحملت منه، ولا إيه عامل مش واخد باله؟ وغشيم سليم ده. مامتك رأيها إيه طب في الموضوع ده؟ ماما كانت متعصبة قوي في أول الموضوع، بعدين لما شافت أمينة مش عارفة تاخد قرار، زوزو أقنعتها إن هي تسيبها الأول تهدى وتستوعب الموضوع لحد بس ما تاخد قرار. لا ده واضح إن سليم ده بقى هو اللي على الحجة. يعني إيه؟ يعني أنا أهلك طلعوا عيني عشان يوافقوا عليا، وأنا حقلة معايا بنت من جوازة قديمة، إنما سليم ده بسم الله ما شاء الله عمل كل حاجة على قلبهم زي العسل. صباح الخير. يا صباح النور. صباح النور يا حبيبتي. كيف زوزو؟ الحمد لله يا ماما. انت رايحه فين يا حبيبتي؟ انا عندي اجتماع مهم في الجمعيه دلوقتي. وبعدين قصدي يعني هتتغدي فين يعني؟ هترجعي على هنا؟ لا ما تعمليش حسابي في غدا، بس لو مصممه تعرفي. ايوه انا راجعه على هنا يا ندى. وبعدين يا امينه؟ ما فيش بعدين، في دلوقتي. وانا دلوقتي عندي شغل مهم وناس مهمه مستنياني في الجمعيه. نادية من فضلك سيبيها تروح شغلها ما تاخريهاش. نوراني انا تاكليش بره النهارده، في رز معمر انت بتحبيه قوي. ماشي. باي باي باي. قلنا ايه؟ قلنا ايه يا ناديه؟ ما انا مش قادره اشوفها في الحاله دي واسكت وما اتكلمش. ايه الحاله دي؟ الحمد لله
ماشي على رجليها بتتحرك، بتشوف شغلها، بتلاقي نفسها في اي حاجه. عايزه ايه؟ بذمتك يا ماما، وانا راضيه بذمتك، انت شايفاها كويسه؟ لا طبعا. مش عاجبك ولا ايه؟ الوضع كله على بعضه مش عاجبني يا عمر. وضع ايه؟ يعني انت ما شفتش النوع بتاعت الحسابات كانت بتعمل معاك ايه النهارده؟ كانت مزوداها شويه. انت بتغير يا شاد؟ لا طبعا مش بغير. اللي بتغير دي واحده مش واثقه من نفسها، وانا واثقه من نفسي كويس قوي. عموما انا مش هلوم على حد ولا هلوم عليك، لان محدش في الشغل اصلا يعرف اللي بيني وبينك. عشان مش من مصلحتك لو عرفوا اي حاجه، احنا شغالين مع بعض في نفس القسم، وهيفتكروني ان انا بظبطك على حسابهم. ولا في مصلحتك، صح؟ يعني ايه بقى؟ يعني انا عايز اعرف علاقه من اتنين بقالهم 3 شهور، ولا عايز يقول لاهله ولا اصحابه ولا الناس اللي شغالين معاه في الشغل. مش عايز تفتح على نفسك فتوحه؟ قبل ما تحسبها انا كمان من حقي احسبها. انا حطيت علاقتي باختي في كفه قصاد علاقتي انا وانت، وانت لسه مش متاكد من شكل العلاقه دي. استني اقول لك مين زي ما بكلمك. عمر يا ريت تفكر في كلامي، وانا كمان هفكر فيه، عشان ما حدش فينا يحس ان هو سابق التاني بخطوه. طيب لما انت مش طايق البيت هناك ما تبات هنا. انا مش طايق البيت هناك عشان امينه مش موجوده، وانا وشي في وش يحيى، يعني اكيد هنتخانق. تتخانق ايه بس؟ ده هتعمل عقلك من عقل عيل في اللفه. ايه ابتسم كده، خلي الدنيا تنور. الله، هتتحل ومراتك ان شاء الله هتتهدي وتفهم، وانت كمان اهدى شويه وتعالى على نفسك. الله، هي ممكن تفهم وتهدى وتستوعب، بس ممكن برضو ما تقبلش بالوضع. انت عارف ان روحي فيها ومعزتها من معزتك بالظبط، وربنا هو لوحده عالم. بس هي لو اختارت انها تبعدك عن ضناك اللي جالك لغايه عندك ومن غير ما تسعى له ولا تطلبه، تبقى هي هنا بتظلمك انت وبتظلم العيل. وبعدين يعني ده انت في عز ظروفها ما عملتش كده معاها، صح؟ ما عملتش ايه؟ انت هتعملي لي زي يحيى ولا ايه؟ يعني انا ضحيت عشان اتجوزت امينه عشان عندها مشكله في الخلفه؟ ايوه، انت ضحيت بيه وهو لسه جنين في علم الغيب، وقلت مش عايزه واخترتها هي، حصل ولا لا؟ وطالما انت اخترتها هي وانت مش متاكد اذا كنت هتعوض العيل ده ولا لا، هي المفروض بقى لو بتحبك وبتفهمك هتقبلك بعيل او بميت عيل، صح يا سليم؟ It's time for his shower. اوكي جو. بقول لك ايه، يلا بقى عشان نحمل العيل. البت دي خايبه وممكن العيل يزفلط منها. انا مش فاهمه ابوك جايب لنا خبير اجنبي ليه؟ ما انا بربي عياله وبكبر، ما انا ربيتك. يلا نحمل واد، قوم يا دي الكسل. يلا يا سليم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. جوده صح؟ حضرتك تعرفيني بقى. انا جايه لك مخصوص. حضرتك بتدوري على حاجه معينه؟ انا صراحه كان ليا طلب خاص شويه. طب تشربي ايه الاول؟ قهوتك ايه؟ على الريحه يا ابني. جرى قهوه على الريحه بسرعه للاستاذ، بسرعه. طب انا سامعه ان انت بتجيب انواع كلاب بالطلب. شوف حضرتك عايز ايه وعيني اديهولي. طب انا عايزه لابرادور، بس انا ليا طلب صغير، انه يجي لي يوم ما يتولد من امه. هو يوم ما يتولد دي صعبه شويه، لما بيقولوا كده الحيوان لازم يفضل كده في امه كام يوم. لا بس انا هعمل له كل اللي امه بتعمله له عادي، ما تقلقش. لا قولوا لي يا استاذ، معلش يعني في حاجات معينه الام هي اللي لازم تعملها، لحد الكلب ما يبقى حلو كده يعني، يبقى ورور، ساعتها ممكن يتكسر عن امه. يا سلام. انا عايز اكلمك والله يا عيني، بس يعني غصب عني، ما ينفعش يسيبوا بعض على طول.
احزانه ممكن كمان يتقهروا على بعض. يا شيخ سبحان الله، يعني الحيوانات برضو بتحس وبتتقهر وبتحزن على امها وكده؟ امال ايه يا استاذ؟ طبعا ده احيانا بيبقى اكتر من البني ادمين كمان. طب ولما انت عارف كده يا بودا ترضى ان بنتك تعيش بعيده عن امها؟ تعيش زي اليتيمه وامها لسه عايشه؟ الحكايه كده بقى، حضرتك من برنامج ايه بقى؟ مخبيه الكاميرا وجايه تصورينا عشان تشحتف الناس عليها مش كده؟ لا ولا برنامج ولا حاجه، انا بس اعرف مياده وجايه توصل، ماليش اي مصلحه في الموضوع، انا بس عايزاك تسمعني. مياده محتاجه انها ترضى بابتلاءها من ربنا وما تكتبوش علينا احنا كمان. طب ما هي مياده راضيه بابتلاءها على فكره، هي اللي اتبلت بيه ان جوزها وسندها كسرها. ده بدل ما هي اللي تطلب دوت وتقول خلوني بعيد. وليه تخليها بعيدها عنك؟ ده مرض عادي على فكره وليه علاج، مش وباء فاضي. ده بدل ما تحوطها انت وبنتك لحد ما التعب يعدي. محدش بيعدي من المرض ده. انا عديت منه وعديت بفتره علاج مش سهله خالص، وواقفه قدامك النهارده كتب لي عمر جديد عشان اهلي وعزوتي وقفوا جنبي. استاذه كل واحد حر يفرط في عمره زي ما هو عايز، لكن انا مش هسيب بنتي تعب بسبب امها ولا اخليها تتعود عليها وهي ايامها في الدنيا معدوده. ربنا ابتلى مياله بالمرض ده هي لوحدها. ربنا قال ما تلموش نفسكم في التهلكه. عايزه تجرجرنا معاها ليه؟ كان نفسي اخدمك لكن للاسف طلبت مش عندي. بعد اذنك. تموتي نفسك يا ميادة؟ هو انت فاكراني عايشة؟ انا بموت كل يوم من غير بنتي. لما الحاجات دي حلوة حلاوة. استني بقى لحد لما تشوفي البيت كله مفروش على بعضه. عقبال بيتك يا بطة. انا بيتي هيبقى هنا طول الوقت. طب بذمتك كده بعد السنين دي كلها ما فكرتوش تبقوا؟ تحفة. مفكرشوش تبقوا في بيت واحد؟ ده أنا بقالي سنة منحزن وخلاص مش قادرة. أنا مش عارفة أنت بتجيبي الكلام ده منين؟ وإزاي جرأتك دي؟ أخ عليكي. طب أنتوا اتكلمتوا في موضوع الجواز؟ مستغرباها؟ يعني شوية. هكدب عليكي لو قلت لا، بس مع الوقت هتعود. أنا بس بفكر في زوزو، مش عارفة مرة واحدة كده بعد ما كبرت كل واحدة فيكوا تروح بيتها وأجي أقولها خلاص متشكلين ونسيبها لوحدها. أنا فكرتش في الموضوع ده خالص. عشان لسه ما بقيتيش أم، أما تبقي أم هتعرفي. عارفة العلاقة ما بين البنت وأمها علاقة خاصة جدا. طول ما الواحدة فينا صغيرة خلاص لسه عيلة، إنما أول ما بتكبر تبقى عيلة هم أمها. آه بس ده مش حاصل عندنا في البيت، ده العكس هو اللي موجود. زوزو هي اللي في ظهرك دايما يا ماما. عشان في حتة جوايا كده فضلت عيلة. أنا حاسة إن أنا لسه عيلة. أقولك؟ لما أنا وعادل بنقعد مع بعض بحس إن كل السنين اللي فاتت دي كأنها ما عدتش عليا خالص. ببقى قاعدة خايفة، بحس إن لما الموضوع يخش في الجد يعني بخاف إنه ما طلعش نادية اللي هو كان بيحبها طول عمره. حاسه كده ان انا هو انتوا كل ما هعدي كده هتسكتوا ولا ايه؟ احنا ما كناش بنتكلم عليكي اصلا. اختك خلاص كبرت بتتكلم معايا عن الخوف. خوف ايه؟ احنا كنا بنتكلم على العروسه. عروسه؟ عروسه ايه؟
اصل عمي خالص مش قادر. عمك مش قادر مش كوي يا قلبي. اخ مش عارفه اعمل فيكي ايه. حوار غريب جدا مش كده؟ زوزو فين؟ في اوضتها. باي باي. خبط عليها من فوق وهي تنزل. حلوه منك يا زياد، عرفتها ازاي دي؟ شكلك بقيت تتغدى بطاطس محمره كتير من ساعه ما ماما اشتغلت. رامي اللي علمها لي، وتيتا اللي بتطبخ مش ماما. طب يلا كل بقى علشان احنا هنخش فيلم 3 دي. ما انا اتفقت مع رامي ان انا اخش معاه. ماشي يا عم، ربنا يكتر من اصحابك. أمينة مش عايزك تسمعيني غير 5 دقايق وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه. في حاجة تانية لازم تتقال؟ انت يوميها ما سمعتيش غير الورطة اللي انا صحيت ولقيت نفسي فيها. انا مش بلومك ان انت ما سمعتيش اكتر من كده، بس انا محتاج اشرح لك اللي حصل. واول حاجة واهم حاجة، انا ما خنتكيش. دي انت قلتها قبل كده. لازم تصدقيني يا أمينة، انا كنت متلخبط، ما كنتش قابل اللي انا فيه، ما كنتش عارف ابص للمستقبل. ما كانش ضمن الخطه ان انا اعرفك واحبك. وكان ضمن الخطه ان انت تروح لداليا. امينه انا عارف انا غلطت، بس وقتها انا ما قلتش ولا انت قلتي اننا بنحب بعض. لما حصل اللي حصل انا ما كانش هدفي غير اني اهرب منك ومن مشاعري. خلاص يا سليم، في حاجة تانية عايز تقولها عشان الكلام ده احنا اتكلمنا فيه. أنا ما كانش قصدي إني أصلك. ولما أنت مظلوم زي اللي خبيت عليا. أنا أصلاً ما كنتش مصدق اللي حصل، ما كنتش عارف أقول لك إيه. ولا أنت كنت بتشتري لي وقت عشان تمهد لي الموضوع، وتقعد تقول لي بقى إن الخلفة مش لازم عشان تبقي أم، وتقعد تبيع لي موضوع التبني كأنه حاجة كبيرة وسامية وراقية. أنت كنت عايز تبلع لي الموضوع مرة واحدة يا سليم؟ لا يا أمين، الكلام ده مش صح. أنا ما كنتش عارف لحد ما أبويا رجع من السفر معاها يحيى. أنا لو كنت عايز أكذب عليك ما كنتش جيت لك وقلت لك. بس أنت كنت في تمثيلها فعلا، كنت عارف وعامل معاها اتفاق ومش قايل لي. أنا كنت عايز أقفل الصفحة دي وما أفتحهاش تاني. أنا اللي غلطت غلطة والمفروض إن أنا اللي أصلحها بعيد عنك. أنت مالكيش ذنب في اللي حصل. وانت مالكش ذنب ان انت مش عارف تخلف معايا يا سليم، وباباك عنده حق انه اتدخل وقرر انه يخليك تصلح غلطتك اللي كنت هتعملها. ما تعاقبنيش على حاجه عملها ابويا. انا مش بعاقب، انا قادره افهم اللي انت بتقوله ومقدراه. انا بس مش عارفه اقبله، مش عارفه اتعامل معاه. يعني احنا عرفنا نتخطى الموت مش هنعرف نتعامل مع الحياة؟ عشان الحياة معقدة أكتر من الموت بكتير. وصل شحنة ولا مفيش رسالة جوه دوت؟ يمكن الفيلم لسه ما خلصش. هي في السينما؟ هي مع رامي بيتفرجوا على فيلم كبار. رامي مين؟ رامي. انت فين يا سارة؟ انا جاية اهو. هو انتوا جيتوا بدري بقى ولا ايه؟ زياد كويس؟ هو فين؟ زياد في العربية. ولا كنت تحب ادخله يشوف امه وهي خارجه من السينما مأجيجه صاحبها؟ انا ما كنتش مأجيجاه. يعني يبقى صح؟ زياد هيروح على عندي وليه كمان بيجي يفهمني الحال المالي اللي ابني كان عايش في وسطيه ده. ايه
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تخافش يا بود؟ ده عنوان دكتور ميادة، هيستناك بكرة الساعة 6 عشان يشرح لك حاجات عن المرض وعن حالة ميادة بالذات. اسمع منه ولو ما اقتنعتش خلاص مش هيضايقك يا بودة، وعد. انت عندك بنت، ربنا يخليها لك كده تكبر وتجوزها. افرض لا قدر الله هترضى لها ان جوزها يعمل فيها كده؟ بعدين انا عايزاك تروح وتسمع، مش عشان ما تظلمش ميادة ونور، لا عشان ما تظلمش نفسك. انت دلوقتي في ناس مقوياك وخايف، اكيد كلنا بنخاف، بس لو انت مقتنع فعلا ان المرض هو اللي هيموت مراتك، وانت عارف ان انا بموت بيئه من غيره، راجل متدين وفاهم، لو انت فاكر ان المرض هو اللي هيموتها يبقى انت اللي بتحكم عليها وبيه. مش يمكن ربنا رايد لها تعيش؟ معلش انا بقيت وحشك، بس فعلا كنت محتاج حد اتكلم معاه، ما كنتش عارف اتكلم مع حد غيرك. الحقيقة أنا مبسوط إنك أنت اخترتني أنا بالذات عشان تتكلم معايا، وفي النهاية برضو إحنا أهل. لو أنت عايز رأي سليم، أنا من رأيي إن كنتوا تحلوا مشاكلكوا بينكوا وبين بعض وما تدخلوش حد منكوا خالص. بالنسبة للموضوع اللي أنت حكيتهولي، هو فعلا يلخبط. بتهيألي إن أمينة محتاجة الوقت عشان تستوعب وتفكر وتشوف ازاي هتقدر تتعامل مع الوضع الجديد ده. عندك حق، احنا فعلا محتاجين نهدى ونستوعب، بس مش هنعرف نهدى غير لما نقف مع بعض احنا الاثنين. بس بصراحه مش عارف، انا حاسس ان في حاجه اتسرقت مني. يعني جات لي حاجه كبيره وحلوه من غير ما اعمل لها حساب، بس قصادها راحت اهم حاجه عندي من غير ما اعمل لها حساب برضو. هو انت مش لسه بتقولي ان انكل جايبه جاي في الطريق اهو؟ وافرض يبقى ما كانش جابه؟ وتفرض ليه؟ اذا كان ما حصلش، وحتى لو هو زياد مخطوف؟ زياد مش مخطوف، زياد عند ابوه، عند شريف الوضيع، هو ماسك منه وضيع. فهو ايه، انت وقعتي تحت درسه وهو بيغلس عليكي يومين، ما تهدي بقى، في ايه اجمدي. انا مش عارفه هو قال له ايه عني، زمانه كرهه فيا، اكيد قال له انا واخدك علشان امك مش عايزاك. انا عارفاه غلاوي وسماوي ووضيع، ما بيهموش مصلحه ابنه ولا نفسيته. هو الموقف ده حصل قدام زياد؟ يا بصتي الحمد لله زياد كان في العربيه. لا الحمد لله. وخلاص الراجل طلع لسه عاقل والله، هو بس متغاظ حبتين. زياد مش هيتاخد منك في يوم وليله، اهدي. عاقل؟ انت شايف ان الراجل ده عاقل؟ اذا كان عمل كل الهوليله دي شوف مجرد ان هو شاف بس ان انا كنت مع رامي. امال بقى لو كان عارف ان انا بيني وبين رامي حاجه، امال لو قال زياد ان انا بيني وبين رامي حاجه؟ عشان انت بتتعاملي مع الموضوع ده على اساس انه سر حربي وعلى راسك بطحه، وانا قلت لك الموضوع ده وانت ما سمعتيش كلامي. وشايف الوضيع ده مش اتجوز تاني؟ مش خلف؟ طب هو من حقه ان هو يقول لك لا ما تعمليش زيي؟ ليه؟ ده ظلم. وبعدين هو مش حمل زياد، ده هو يا دوبك اليومين الاجازه وبيرجعه على طول. اهدي بقى. ازاي بتعرفي تهديني كده؟ مهما كان اللي فيا ومهما كان اللي فيكي. حبيبة قلبي. حبك قوي. يا رب يا خليكي. اشمي شوي اشمي شوي. هو وضيع قوي برضه، انا مش عارفه اتعامل معاه خالص.
الحمد لله على السلامة. بتفرصيني بتفرصيني. قال لي صعب عصك كمان. جدو قال لي اطلع اجيبك عشان ننزل. طب يلا يلا يلا. أنا خلاص ما دي ما مش هقدر انجدك فيها. جالك الموت يا تارك الصلاة. طب ادعي لي. هدعي لك حاضر طبعا. يلا يلا قومي قومي. قلبي. العمارة نورت يا زوزو. حبيبي. واسألوا عليا. حاضر يا حبيبتي. اسألي عليا يا زوزو. اوكي يلا حبيبتي يلا. اطلع لي بعدين يا زياد. حبيبتي انا بقول لك ايه نور عينك. يا ريت يعني زي انت بتحاولي كده تهدي الناس اللي حواليك. تحاولي تهدي نفسك انت كمان. بحاول والله يا زوزو. بحاول. بس قلبي وجعني. سلامة قلبك يا نور عين. ألف سلامة لقلبك. أنا النهاردة خدت بالي إن أنا حاطة سليم في اختبار صعب قوي الصراحة. صعب يختار بيني وبين ابنه. مش هعرف أحرمه من ابنه. مختاروش بس بقى هو واقع ولازم نتعامل معاه. وكمان مش هعرف أحرم ابنه منه. يبقى حرام عليا الصراحة. الولد صغير مش ذنبه. مطعم ايه؟ لا 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 انسي خالص. بلا مطاعم بلا بتاع. بصي انا هعمل لك عندي هنا حته عشاء ما حصلش. كده؟ طب تعالي زوري ماما بقى لحسن ماما تعبانه ونفسها تشوفك قوي. بقول لك ايه؟ انا بتكلم بجد. انا هعدي عليكي على الساعه 8 هاخدك وارجعك تاني. وبعدين ما حدش عارف. مش جاهز ما ترجعيش خالص. ناديا انا عندي ويتنج المستشفى بتكلمني. بصي هشوف عايزين ايه وهطلبك على طول. هطلبك على طول. ها طيب يلا باي باي. ايوه لا لا انا مش جاي النهارده. خير في حاجه مهمه؟ ايه لا لا ابعتولي على الميل على طول. اه دلوقتي. We'll be right back.